قصص عربية. فارس السمكة. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة عاش شاب يدعى رالف. كان شاباً طيباً لكن حظه كان عسراً. كان يعمل بجد ليجني مالاً يكفيه هو وزوجته، لكنه لم ينجح دائماً. كان يعمل أعمالاً إضافية مقابل أجر من سكان قريته باسادينا. وفي يوم ذهب ليصطاد من البحيرة على أمل اصطياد ما يكفي ليبيعه في السوق ليشتري طعاماً له ولزوجته. ولكن بعد ساعات من الانتظار والمحاولة لم يمسك بشيء إلا الطين والأعشاب. كل هذا ولم أصطد شيئاً، ماذا سأقول لزوجتي؟ كان على وشك أن ييأس ويرحل، ولكنه سمع صوتاً خافتاً. ما هذا؟ استدار ليرى قزماً بلحية طويلة جداً وعالقة بجذر. تفاجأ بالأمر ولم يعرف ماذا يفعل. ساعدتوني، فلحية طولي عالقة بجذر الشجرة. طبعاً، لكن أين توني؟ أنا توني، توني القزم. بالتأكيد سأساعدك. وبحرص فك تشابك اللحية من الجذر. لأنك ساعدتني سأرد لك الجميل. وبعدها أخرج من جيبه حجراً لامعاً وأعطاه لرالف. تذكر عندما... وفجأة سمع صوت ذئب يعوي. أولى ذئب، علي الذهاب، إلى اللقاء قريباً. يا توني، ماذا أتذكر؟ رأى توني يجري ويختفي خلف الأشجار ونظر إلى الحجر. كان بنفسجياً ولامعاً. ربما هو حجر نفيس سأبيعه في السوق، والآن سأحاول الصيد ثانية. وضع الحجر في جيبه وبدأ في الصيد ثانية. انتظر طويلاً ولم يمسك بشيء، وقال بصوت يائس: أتمنى أن أصطاد سمكة ضخمة. وعلى الفور خرجت سمكة عملاقة من الماء، أكبر في الحجم من رالف. لم أرى سمكة بهذا الحجم، يمكنني إطعام قرية كاملة بهذه السمكة، لكن كيف سأحملها إلى المنزل؟ فكر رالف أن يتمنى أمنية مستحيلة أخرى: أتمنى أن تحملني السمكة إلى منزلي. وعلى الفور تحركت السمكة، نزلت تحت رالف وبدأت بالقفز نحو باسادينا. حملته على ظهرها كالحصان تماماً، وفكر رالف أن الحجر ربما يكون مسحوراً، وعاد للقرية. قرية باسادينا كانت مطلة على قصر الملك مونوكو الخلاب، وكانت هناك شائعات كثيرة حول الملك وحول عائلته أيضاً. كان يقال إن الملكة كانت مرحة وكانت تنشر السعادة أينما ذهبت، ولذا أحبها الملك. وفي يوم ماتت الملكة فجأة، وأصبح الملك تعيساً ومنع الضحك في القصر بأكمله. وكان لديه ابنة اسمها فيولا. بعد أن منع الضحك توقفت هي عن الضحك أيضاً. كانت جميلة وأنيقة، ولكن بدون ضحكتها كانت خافتة وحزينة. ومع مرور سنوات بلا ضحك نست كيف تضحك حتى وإن حاولت. الملك مونوكو أدرك خطأه وقرر أن يحاول إضحاك ابنته. استدعى كل مهرجي ومضحكي المملكة، ولكن فشلوا جميعاً في إضحاكها. فقرر جمع وزرائه وحكمائه ليتزوج أحدهم ابنته. من يستطع إضحاك ابنتي الأميرة فيولا سيحصل على 50 مليون عملة ذهبية ويكون زوجاً لها. سعد الرجال بالفرصة. وفي نفس الوقت كانت الأميرة تنظر من نافذة غرفتها ولمحت شيئاً غريباً للغاية في الشارع. رأت خيال رجل يمتطي سمكة عملاقة، وذهلت عندما تأكدت أن ما رأته صحيحاً. لم تصدق عيناها، لم ترى أبداً شيئاً مثيراً للعجب والضحك كهذا.
انفجرت في الضحك. كان ضحكها عالياً وملأ القصر بأكمله. سمع الملك مونوكو من باحة القصر صوت ضحك ابنته. هذا صوت فيولا، أخيراً نجح أحدهم في إضحاكها. ذهب الملك إلى غرفتها مسرعاً. ما الأمر يا فيولا؟ ما الذي أضحكك هكذا؟ كانت تمسك ببطنها وتضحك وأشارت نحو النافذة. أوه يا أبي، أنا أضحك على هذا الغريب يمتطي سمكة كالحصان، هذا عجيب. وقعت في حبه. نظر الملك من النافذة ورأى رالف يمتطي السمكة وأخذ يضحك مع فيولا، ولكن سعادة سماع ضحك ابنته زال عندما تذكر الوعد الذي وعده، وأرسل رجاله سريعاً ليحضروا الغريب الذي يمتطي السمكة. أود لقاء هذا الرجل. وحضر رالف أمام الملك. ما اسمك أيها الغريب؟ رالف يا مولاي، أعيش في قرية باسادينا. وماذا تفعل غير امتطاء السمك؟ يا مولاي، أصطاد السمك أيضاً وأبيعه أحياناً في السوق أحياناً. أنت من العامة، لم أدرك عاقبة قراري حتى الآن. أي قرار يا مولاي؟ وضح الملك لرالف كل شيء فسعد للغاية. والآن ليس أمامي خيار إلا أن أزوجك ابنتي الجميلة. سعد رالف، فالملك سيعطيه 50 مليون عملة ذهبية وسيزوجه الأميرة أيضاً. وفي المساء ذهب الملك إلى غرفة فيولا ليتأكد من موافقتها. هل تريدين الزواج منه يا ابنتي؟ لم يساعدني غيره طوال حياتي، لا يهمني ملك أو أمير أو وزير أو نبيل ممن قابلت. لن أتزوج إلا فارس السمكة، وأنت قلت سأتزوج من يضحكني. لم يرى الملك مهرباً، فدعا رالف على العشاء والمبيت في القصر. وعندما قابل رالف فيولا وقع في الحب، ولكن الملك مونوكو لم يكن سعيداً. وأثناء العشاء أدرك الملك أن رالف من العامة شكلاً ومضموناً، في تناول الطعام، في شكل ملابسه وأسلوب حديثه وأخلاقه لم تكن مهذبة ولا راقية، وهذا أثار قلقه للغاية. وبعد العشاء قابل رئيس وزرائه نلمن مستشاره الخاص. لا أريد التراجع عن وعدي، ولا أريد تزويج ابنتي للمدعو فارس السمكة هذا، لذا سأترك الأمر لك. امنع هذا الزفاف بأي طريقة، افعل أي شيء تريده وأخرجني من هذا المأزق. وبدأ نلمن في التدبير، وشعر الملك مونوكو بالراحة لأنه يثق في قدرات نلمن، ولكنه لم يعرف أن نلمن سيمنع حدوث الزفاف عن طريق خطف رالف من باسادينا. وفي تلك الليلة تسلل الحراس إلى غرفة الضيوف حيث يبيت رالف، قيدوه ووضعوه في برميل وأغلقوه بإحكام ورموه في البحر. استيقظ رالف وأدرك أنه سيغرق، وأخرج الحجر اللامع على الفور. أتمنى أن يصبح البرميل قارباً. كبر البرميل وأصبح قارباً ضخماً. أتمنى أن يعيدني القارب إلى باسادينا. وعلى الفور طار القارب في الهواء، وسعد رالف لأنه سيعود إلى مدينته. وفي الصباح عندما أعلن اختفاء رالف حزنت فيولا للغاية. أبي، الرجل الوحيد الذي أحببته مفقود. ابحث عنه فلا أتحمل فراقه. شعر الملك مونوكو بالخجل وشكل فريق جنود للبحث، ولكن لم يجدوه. شعر الملك بالقلق الشديد على ابنته. ماذا فعلت؟ أين هو؟ عليك إعادته فوراً.
مولاي، هذا مستحيل. وضعته في برميل وألقيت به في البحر. ماذا فعلت؟ كما أمرت، تخلصت منه. أنا لم أطلب فعلاً إجرامياً كهذا. أنا لم أرد أن يتزوج ابنتي فقط. لم أطلب أن تعرض حياته للخطر. كيف فعلت هذا؟ كان الملك قلقاً للغاية، ولم يتخيل أن رالف سينجو، وذهب كي يعترف لابنته. وفي نفس الوقت كان قارب رالف يرسو في الميناء سعيداً ومنتصراً، وذهب لحبيبته وأخبرها بكل شيء. دخل الملك الغرفة ليعترف لابنته وصدم لرؤية رالف. أبي، أحدهم غير سعيد بخبر زفافي من رالف فألقى به في البحر. عليك إيجاد من فعل هذا الفعل وتعاقبه عليه بشدة. شعر الملك بالخجل الشديد من فعلته، ولم يتحمل كتمان الأمر، واعترف بكل ما حدث إلى رالف وفيولا، ورجاهما أن يسامحاه. ومن أنا لترجوني يا مولاي؟ كل ما أريده لأني أحب ابنتك أن أتزوجها، هذا هو كل ما أتمنى. انبهر الملك للغاية من كلام رالف ووافق على زواجه من ابنته. أقيم الزفاف في نفس الليلة وطرد نيلمان من المملكة، وأعطى الملك لرالف نصف مملكته. شكراً يا مولاي، لكني لا أتمنى المملكة ولا كل مال العالم. وبعد أن قال هذا وجد نفسه يستيقظ في كوخ صغير، واستدار ليجد زوجته نائمة بجانبه. يا له من حلم لا يصدق!